اعطني الاكسبلوسيف، نقول بسم الله. قله ابغاهم يتجمعون مكان واحد، الاثنين هذول جنب بعض، هذه فرصتي. اوف يا ولد يا قوه، والله قوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقه العاشره من مست سرفايفل. وصلنا الى ترتيب البيس في الحلقة الاخيرة مثل ما شفتوا، الحمد لله سعيد ان الترتيب الخفيف هذا نال اعجابكم. والحين اول شيء ودي ابتدي فيه اللي هو ترتيب موضوع الماي، وبعدها ننطلق. اليوم صراحة في راسي جريتشات، اللعبة هذه فيها جريتش خفيف ان شاء الله انه يضبط معي، بيفيدنا بشغلة جدا كبيرة راح تشوفونها. بعدين هذا البيس اللي فوق هناك، ليه اقول لكم فوق هناك معي سنايبر، فيه منطقة ما استكشفناها راح نستكشفها. غير كذا في المدينه بيتين كان فيهم زومبي، فبحاول اني الوتهم واخذ الرصاص اللي موجود في المنطقه هذيك. طبعا انا اكسر بنفسي لانه لاحظت يوم هو يكسر ما القى هذا الشيء التي بارك. هذا طبعا يا شباب راح يفيدنا بتنقيه المياه مثل ما تشوفون. الكبريت لقيت الحمد لله في الطابق الاول عندي، واحتاج 4 فايرود والتي بارك. الفايرود نمسك اي من الشجارة هذه. نرجع لمكان البيس الجميل اللي صنعناه. طبعا هذا كان يحولنا اياه الى بلانك، وهذا يحولنا اياه الى فاير وود مثل ما تشوفون. حبة واحدة تعطينا 5، راح اسويها بنفسي ما راح اخصص احد، مسألة كلها دقيقتين. وهذه الخمس فاير وود عندي في الانفنتوري. راح نرجع هنا تنقية المياه، هذا اللي جبناه الوسخ من النهر. طبعا حاليا معبى 16، بس اللهم بشغله. خلاص تشغلت النار وبتنقي لنا المياه، وبياخذ وقت طويل عشان كذا ابتديت الحلقه فيه. حاليا عندنا 2.5 صافيه، ولسه هذا بعدين راح نعبيه. ما ودي انحشر في موضوع الماي، الاكل متوفر نوعا ما، وبعدين عندنا بيتين راح نلوتهم من ناحيه الاكل ان شاء الله امورنا طيبه. خلينا نروح اول مشوار عندنا اليوم، راح احمل الخزانات والدواليب هذه اللي الحمر مخصصهم للاسلحه. ودي اليوم يا شباب نجرب البو. البو هذا عندي كابون هانتنج 16 منهم، وهنا في 2 هانتنج مكتوب في وصفه هاي دمج، تقتل الشخص بطلقة واحدة. وعندي اكسبلوسيف هذه المتفجرة، اذكر جاني كومنت يقول لي المتفجرة هذه تقريبا تتطلب 6 بس، انا عندي 12، تتطلب 6 لقتل البوس هذا اللي عانينا فيه قبل حلقتين، فراح اخليها للبوس الاخير. خلنا نبتدي رحلتنا، توكلنا على الله. بالنسبة لوجهتنا اليوم، في منطقة هنا ما لوتها راح استكشفها، في بيتين هنا، وفيه عندنا البيكاكس وتلوية المنجم في هذه المنطقة. خلنا ببتدي في هذه المنطقة اللي مقابلتني بالضبط، ونقول بسم الله. اوه غزال 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 يا حبيبي غزال. حرام بالسنايبر، سنايبر ايزي. ودي اجرب البو يا اخي. هذا البو انا سويت له كرافت براكتس، هذا يعتبر براكتس، يعني الدمج فيه له جدا ضعيف. ايوه الحين عندي 4 بارات يا شباب، اي واحد فيهم خلنا في الوسط. بسم الله. اي أيوة والله صبته بس ما مات. جريح، حرام اخليه جريح. تعال يا قلبي تعال. اوه السلام عليكم. في راسك شيء؟ دب ودجاج ما يصير. ابي غزالتي لو تسمح. ايوه خليك محترم هناك. ايه بالسكين بيجلس يقطع وبيحتاج وقت طويل، والدب بيجي بيداعبني. لا يا حبيبي، جهزنا له اكل. شوفون المكان البيس هذاك فوق، مكتوب اصلا في الماب الراديو ستيشن، اي لازم نوقف هنا لان في سنايبر اشوفه من هنا. في سنايبر هالمرة، جيتك بسنايبر. اوف ليه طلقتي ما توصل يا اخي، اقسم بالله يا عيال انها غش. شفتوا كيف طلقة؟ شوف الحين شافني. حركات ببجي هذه منقذ الموقف. والله يا عيال هذا اعطيته وجه ترى، ولا هذا تدخل عليه كذا. وات صرت تدمج تدخل عليهم كذا هذا. بس من متى صار لاعب يدمج؟ بعدين تجيه كذا، شوف كيف، شوف راسه من هنا تنتظر. يا الربع السنايبر هذا انا برميه شكلي، مش معقولة المسافة هذه، مش معقولة والله. يا اخي المشكلة اني بغيت الرصاص، ولا بسحب عليه.
بس يا بابا بس اتوقع باقي لي طلقة واحدة. لا 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 يا الله يا كريم. مات ولا ما مات؟ تكفى قول لي مات. انا بشايف اي جثة. لا لا مات ان شاء الله. بس وين اختفى؟ طيب بلوتك ما زال يظهر لك كود هنا بس الكود فاضي. الله يا ذكاء اللعبة انه يقول لك خلاص يا حبيبي الكلب وشليته ومات عليك ما في فرصة ثانية. كان المفترض انه يكون في الصندوق هذا لكن انسى انه يجيك مرة ثانية. كان المخرج يقول لك فرصة واحدة ضيعتها. هلا بالبروكلي. طلقة واحدة بس تستهبل. بعض الاحيان احس اللوت فيه بخل مش طبيعي. اعطوك شوكولات سكتونك. ثلاث طلقات يلا اسكت. احنا ما علينا من البيس اساسا. جينا نستكشف المنطقة اللي بعدها. في تور فوق اتذكر اقصى شيء وصلت له هنا. ما ادري اذا في شيء يسوى في شنطة مزبنينها. اتوقع اي شيء صراحة. ممكن تلقى لك شنطة ممكن تحصل شيء لان مثل ما تشوفون باقي لي سلوتات كثيرة ولا في حاجة تسوى. بس برضو حنا هدفنا هناك. شوف ايش فيه. مش ناقصين سنايبر كذا يطلعنا من تحت الارض. وقف موترك هنا احتياط. والله مفروض يكونون هنا. هذا البيس رهيب. وات؟ معقولة ما في احد؟ صدقني هذا في الابديتات الجاية بتكون في شخصيات هنا تحمي المكان. مش معقول. كان تحسه مرتب كأنه بيس. خيم يمدينا نرقى؟ تكفى ما يمدي. طيب في المواتر في شيء يسوى؟ ولا فيه اي شيء ولا بوادي ولا شيء. طيب المواتر الثاني؟ طيب ولا بوادي ولا شيء. مصمم بخيل. ما عليه ما عليه. الرزق الكبير كله في الكهف اساسا. ان شاء الله ان البكاكس ما ينكسر بسرعة لانه كان من المفترض اني اصنع اثنين صراحة. هذا يا شباب وصلنا للمدينة الى التارجت الثاني اللي هو هذا البيت. شوفوا المنطقة هذيك. هذه برضو. او ماي جاد يا شباب. وات في طريق هنا. ما ادري نظفته. لا ما اتوقع اني نظفته. يهوه نكنسل الخطة. لا لا خلنا نمشي على خطتنا. في بيتين في المدينة بس قبل اروح الكهف راح اتوجه الى هذه المنطقة. هذا تقريبا البيس الوحيد اللي بقالي ما فضيته. بتكون فيه رهينة. قلتولي فيه ثلاث رهائن او ثلاث شخصيات في اللعبة. فخلنا نتفاهم مع الحلوين هذا اول شيء. بالنسبة للكومنتات اللي جتني ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للكومنتات اللي جتني وين الكلب كان بيفيدني صراحة. هات راسك. قلنا راسك راسك. ايوه كذا يا زين صلعتك. لا 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 تركض لا تركض. باقي احد غير ثلاثة. طيب لازم في شيء اصفيه عشان يروح الدخان هذا الاكسبلوسيف ارو. انا اتقروش كذا يوم مستحيل يا عيال. مثلا مزارع قلتولي ارمي ملتوف على كل النبض اللي يكون موجود. ايش هذا الرير؟ اوه هذا حق السنارة. هذا حق السنارة. فيه رصاص هنا. هذا اللي نريده. مطرقة ما احتاجها. لازم نستعجل صراحة. ما ادري في غرفة هنا. حمام. باندج. ما في شيء. هنا في اوه يا سلام عليك. يا سلام عليك. معي سبعة. على بالي واحد بس طلع ستاك ستة. إذا كذا فله باللوت. هذا معاهم شيء معاهم أكل. والله من قوة الأكل اللي معي صرت ما أريد لوت الأكل. أوكي هنا رصاص البستل الصغير هذا. في شيء ثاني هنا. ما فيش حاجة. أمتي متل كيس ما له لزمة. ما أدري وش فايته. شدقن. هنا نتحدث. والله ضد البوس ما يفيده الا رصاص الشتكن. طيب نطلع فوق. احس فيه خرشه. ليش الاخضر موجود؟ اقلام.
اوكي هذه غرفة اطفال الظاهر، كلها رسم ما رسم، اللوحة مغطية بعد عشان ما يتعب نفس المصمم. ما في اي شيء في الكبت، والدرج مفتوح ويقول لك ما فيني شيء. الحمام، ادراج، في رصاص، اخيرا اخيرا. والدرج الثاني حبة رصاص، حبة واحدة كذا، طلقة واحدة. ايوه انا هذا شفته. وات ستاك خلص، ارم هذا. وهذا تلوية البيت يا عيال. البيت الثاني وراه اذكر على طول اللي هو هذا هو. ما خاب ظني ان فيه باب مسكر، حاولنا من قبل يا شباب الكروبار، الكروبار عيا يفتح، فهالمرة راح استخدم اللوك بيك ان شاء الله اني القى الباب. ووو اخر طلقة اخطيناه. اوكي صوت المفور سمعتوه، هذه اول مرة اسمع المفور. الماسك الحين موجودة وعدمه واحد صح؟ يب 0%. تعلق على التي الظاهر، يب يرمي الفلتر القديم ويركب الجديد. واستعجل بالتلويت يا ذيب. ملح، ملح مهم ونادر يا اخي، ما ودي الوت الاكل. الاكل لعبة سرفايفل لكن الاكل مليان. في باب هنا ورا؟ لا اوكي ما في شيء. تقريبا كولا، اي هذا هو الباب. نعم بالضبط، شوف اصلا مقلش، تحسه مقلش. خلنا نستخدم اللوك بيك باستخدام اف 3 دقائق. شوف سمعت الصوت انه انفتح بس ما ينفتح، اللوك بيك راح على الفاضي. وهذا نفس الشيء لوك بيك، شفت في جلتش يقهر. طيب البيتين اللي موجودين في هذه المدينة خلصنا منهم، نتوجه الى الحلوين اللي فوق، الرهينة الثالثة والاخيرة. كويس اني شفتهم والله قبل لا اروح للبوس ونختم اللعبة، كذا تختيم ناقص كان بيكون. بالنسبة اللي قالوا لي روح لكل المزارع واحرق النبض اللي فيه، الفكرة كلها بس عشان تفعل البيس. الحين ما تقدر تفعل destroy seeker nest يقول لي، اللي هو هذا النبض، هذا هو. معي مولوتوف، نقول بسم الله. انا ليش مقرب بزيادة؟ والله مش متعودين، باقي الالعاب كلها على طول ترمي. ايوه ما في شيء، ما اتوقع في منطقة سرية تحت الارض، لاني انا يوم حرقت حق البوس وطلع لي المكان السري تاير، فممكن تحصل شغلات نادرة. اوكي هذا شوف الحين يمديك تستخدمه كراحة وكبيس وتجيب الجماعة كلهم هنا، بس منطقة ما تسوى صراحة تكون بيس. بس يوم جيت الوت هالمنطقة انا وشلون ما شفت الحلوين اللي هنا. وش رايكم يا عيال نجرب الاكسبلوسيف، الاسهم المتفجرة؟ عندي 2 منهم بس صراحة ودي اجرب. خلنا رقالهم من فوق حتى اني اشوفهم واضحين، اشوف 2 هنا والثالث هناك، اقل شيء يعني منهم 3 او 4. ايوه يا زين المنظور يوم تجيهم من فوق. هذاك الرابع ما عندهم سنايبر، اهم شيء ما عندهم سنايبر عشان افلها بالبوء. والله اشوف 3 يفرفرون هنا. عطنا الاكسبلوسيف، نقول بسم الله. والله ابغاهم يتجمعون مكان واحد، الاثنين هذول جنب بعض، هذه فرصتي. اوف يا ولد يا قوه، والله قوه. يلا اصلا كذا كان بس من باب تجربه السهم. يا ولد طلقة واحدة، هذا اقسم بالله يقبنون. والله الوضع فلة، بس الاكسبلوسيف مثل ما قلت لكم يا شباب ما نخليه، راح نستخدم العادية هذه كابون هانتنج. اتمنى انها طلقة واحدة بس يقتل ولا ينبه اللي حوالينا، ولا كذا بنجيب العيد. بسم الله، هذا معه شدقن، هذا يبيلهم والله اكسبلوسيف جنب بعض. اثبت يا قلبي،
اوه اول مرة اشوف هذا الشيء. سمع صوت رمية، بس الرمية ما ادري هي فوقه ولا تحته. يا سلام سدحته، والله سدحته. شوف تنبهوا بس ما يعرفون من وين انا. الله اكبر، راح يشوف خويه. كيف مت انت؟ انسدح جنبه. يا لب الستلث، وهذا جاي شيك عليهم. لا خطيته. في رجلة هذه جت، مفروض اني اعلي زيادة شوي. هنا يأتي دور السنايبر يا عيال، تقريبا اخر اثنين باقي او اخر واحد، والله ما انا متأكد. ايوه قرب اكثر شوي. السلام عليك يا رجال، في صدرة، اقسم بالله انها في صدرة. انا كذا بنغبن لو مت. شافني والله شافني. ايما الحين في راسي مهما تحركت. طيب في هذا الحالة وش نسوي اعزائي المشاهدين؟ موت يا رجل موت، ما في الا انك ترميه. ان شاء الله انا ما بقي احد، بس ما اشوف اي سجن يا عيال. البيت صغير والله، توقعت اكثر. خلنا نمسك الرشاش لا سمح الله. في احد يداهمنا من هنا ولا هنا؟ اوه يمديك الهنتنج. يا سلام الاسهم كلها، شوف هذه في صدره يا اخي، فله كذا والله. وش ذا؟ اول مره اشوفه. اس جي سبرس. لا كاتم يا عيال، في كاتم في اللعبه. طيب عليش يركب؟ يركب عليك ايه. صدقني الاضافات هذه انا انتبهت لشيء اسمه موديفاي. الموديفاي هذا لا رماه. شوف كبر الكاتم، فيه واقعيه. الموديفاي يقول لك تعديل للاسلحه، في اضافات تركبها تزيد الدمج، وفي اضافات تزيد الجريب او تماسك السلاح او ارتداد السلاح. في تفاصيل والله يا عيال كثير، يعني بحر يا زينك وانت نايم. جزره سكر عندي كثير. لاشنج. هذا نهايتكم. هذا كله ما احتاجه يا رجل، بس كذا مسبب لي زحمة في البيس. الملح ممكن احتاجه، الرصاص اكيد. اوه ماي جاد، وش ذا الجديد؟ بروكن ماشين جن. ماشين جن ايش دخل ماشين جن؟ بارس فور فيهيكل كاستمايزيشن، يتركب في السيارة. كيف لا تسألني. خلنا نشوف ايش في السيارة هنا. شدقن هذا المطلوب، هذا اللي بيفيدنا ضد البوس. يا عيال الحلقة الجاية ضد البوس، تاير هذا مثقل الوزن ما اقدر اتحرك. الحلقة الجاية ضد البوس ابيكم تقولون لي وش ودكم فيه الاسلحة اللي استخدمها ضد البوس، يعني من باب تحدي. زين من باب تحدي، انا بحاول اقتله بكل ما املك من قوة، اول شيء بكل الاسلحة اللي عندي، لكن ودي اخذ تحدياتكم في الحلقة. اوه شوف الشنطة وين زابنا. طيب هذا اخر جثة، فيه تيب جميل. وات، في طريق ثاني هنا داخل. كبريت واحلى سيجارة. ولع يا رجال ولع. استكن قبل دخول الكهف لانه يمكن ما تطلع منه. اوكي هذا الكهف اللي تقصدونه. طيب عطها سيف هنا، الوضع صراحة ما يطمن. مش ناقصين خرشات يرحم ول... اوه هذا السجن. دقيقة، في شنطة؟ في اي شيء؟ كهف فاضي ما في لا شيء. اها الرقم السري حق السجن 7531، وهذا يتطلب لوك كروبار في السيارة عندي. يا سلام، هنا شدقن وهنا تبع الامفور. نستبدل المكان هذا. شدقن فل 32 ستاك كامل. الملح ممكن نخليه ستاك ونشل الجميل هذا. الناين ام ام هذا بصراحة البستل جدا ضعيف. ان شاء الله اني ما انسى اجيب الكروبار. 7531 31 ايوه. يعني كانت فيه او كان فيه سجينين. هذا على وشك انها تموت، وهذا ودع. ايش عنده؟ يا ساتر 256 سكوب. هذا سكوب جديد اكسبلوسيف ارو، هذا جدا نادر وحصلت الحمد لله. رحمك الله يا جني. ريسكيو 5 دقائق. ليه 5 دقائق؟ وش بيسوي لها يعني؟ مربطة يعني بيفك فكها. ايوه هو اريو.
تقولي هو ار يو ام هير تو هيلب جست فولو مي. اقولها اتبعيني وانت ساكته. لا والله ام هير تو هيلب. كاري وتحملها صينيه هذه يا عيال الكوريه. تيك سرفايفل باك تو بيس. والله دام فيها كاري يا عيال ما يمديها تمشي. الله اكبر. شوف الوسخ، اول اشل الشناط ما يشلها زي الناس، البنات يشلهن. اقسم بالله بيرفكت. كذا نظامك. ويركض فيها بعد، وهذه تهزز في راسها. مستانس فيها، كويس، كذا كذا راجعين السيارة، بحملها في ال... مع الاغراض، ولا ما ادري يمديني اركبها قدام. وات درايف. اركبي اركبي. تمشي. اها، ما يمديها تمشي بسرعة. طيب خلينا نحط المفور نجرب ركبه ما يمدي في طريقة يا عيال بس ما أعرف صراحة مشلون. اركبي اركبي ما شاء الله تبارك الله. كنت زعلان على الكلب وجاني أحسن من الكلب. ظلمت الدنيا لازم نستعجل نلوت المكان الأخير. المشكلة هذه معطيها فولو مي راح تنزل تلحقني وهي مصابة وأقول لها ما يمديني. ما عليه نلوت على السريع. يوز كروبار. خلاها تيجي تتذكر البئس اللي كانت فيه والمعاناة. يا ساتر. اوكي هذا ال ان شاء الله ما تكسر اللي معي. في واحد معي والله تكسر. طيب ما عليه. هات الرصاص هات الفلة. والله جميل جدا اللوت رهيب في الاماكن هذه. وينها؟ شوف لسه تمشي ولا وقفت؟ والله شوف وقفت ما تبي تدخل في المكان الكئيب اللي كانت فيه. طيب خلونا نرجع البيس ننزل الاغراض هذه اللي اخذناها او انها جايه تمشي الحين. وننزل الحبيبه هذه. السلام عليكم. انزل انزلي. الحين بنعرفها بالجماعه. هذه الصقر المراقبه. وسكوت وينه؟ سكوت مسكين تلقاه يكسر في الاشجار. والله ما اشوف شيء. خلنا نروح ننام بس. بخها نومه لين الساعه كم؟ الساعه 7 تقريبا 7 الا ربع. الحين اكيد تعرفوا الجماعة في الليل. والله يا عيال مرة كنت مسكينة لسه مصابة ما نامت. انتراكت وش سوي لها طيب؟ توك لوكينج فور مي. هاي هاي ثانك يو فور سيفينج مي. يا ويلكم شكرا لانقاذك لي. قالت كنت اواجه ايام سودة في ذاك المكان. اتمنى هوب اي كان تراست يو. اتمنى اني اقدر اثق فيك. والله اتمنى انا اثق بهذا الوجه. يو كان تراست مي. سي يو اراوند ويل سي. والله ساحبين عليها الجماعة ما حد قالها كيف الحال وش الاخبار. Fix old wire. I can show you how to craft copper wire. Oh, just bring me two copper ingot, two metal scrap. We'll find them. Two copper ingot. Metal scrap عندي. Copper ingot هذا يا شباب اللي بروح. هذا اللي بروح ترحيب ترحيب. اللي راح نجيبه من الكهف إن شاء الله الحين. تعال صح أنا ما جربت الأسهم على الزومبي. دايما نجرب. طلقة. طلقتين. لا لا حلو حلو الصراحة. بوتيتو. طيب الأسهم حقي. يلا ما عليه. فدوة. على بوتيتو اللي أعطاني إياه. حلو حلو. الأسهم يا طيب. السلام عليكم. وات؟ هيد شوت طلقة واحدة؟ طيب الأنفور طلقة واحدة. يا رجل. أيوه. هنا يأتي دور ايش؟ البكاكس. بسم الله. اي والله يطلع البار. هذا بيعطينا الظاهر. يا ساتر. سيلفر. والله احتاج يا ريتني جبت الشنط كلها من البيس. وهذا بعد تقريبا طوفته. هلا بالسهم. في شغلة جاتني كومنت. هذا الجلتش اللي اقول لكم عليه. لوت وارجع. داخل يمديك تكرر شغلات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. لا كريم كريم والله كريم المطور كريم. في حلو استاكات 7-7 جميل. وهذا واحد بعد ما شفناه يذكرني بالكتيف ستراند ديب. ايش اسمه نفس هذا زنك اور هذا الخام. طيب ما يمديني اشبككم ثمانية اكثر شيء. تخيل في بوس يرسبه مرة ثانية. والله ما جيت. هذا اللفت ما له لزمة تصليحه. ينزلك نفس المكان تحت. هذا الايرون اور. وهذا
الزنك، الزنك كثير مرة. المغزى من هذا كله يا شباب انه بعدين يوم ترجع البيس يمديك تصنع رصاص بنفسك، لان عندنا ادوات كثير. فموضوع الرصاص هذا البوس لازم نجهز له عشان لا تكون فيه نقص بالامدادات كذا في وقت بايخ. الحين ننزل تحت، انتبه من الحفرة اللي على يسارك، انتبه لا تدرعم فيها تكفى وتموت. في اي شيء هنا نكسره؟ ما في اي شيء. في حركة حلوة وانت نازل يمديك ووط. جميل، يا سلام، هنا الرزق الكبير. بسم الله، يعطينا الكوبر. يا ساتر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وين السادسة؟ هذا السلفر، وهذا يعطينا خمسة. حلو كذا، تأكدنا ان هناك ما قلش علي اي شيء. وهنا هذا جديد، هذا وشو؟ ملح. ايش هذا؟ سلبت. في واقعية جميلة في اللعبة صراحة لاحظتها، ان هذا مثلا وزنه 10 كيلو، فما اقدر اركض، يقولي too much weight can't run او can't run. ولكن يوم احط 10 كيلو في شنطة يمديك تركض. واقعية جميلة. طيب يا شباب، هذا مخزوننا، او هذا اللي طلعت فيه من لفة واحدة. عندنا الكوبر اور والسلفر والايرون اور والكوبر اور ثاني، خل الكوبر هنا، هذا عددهم. وفيه السلبيت تقريبا، انا متأكد ان ناطقة غلط. وعندي الزنك، شغلات كثير. كان مفروض اني اشيك صراحة المكينة اللي راح اصنع فيها الاسلحة الرصاص وش تطلب من بين هذه الامور حتى اني اركز عليها، ولكن مو مشكلة. انزل الاغراض في هذه الشنطة بحيث اني اسوي لود جيم، وان شاء الله انه يضبط معنا الفارم او الجلتش او اللي ايا كان، ونصير نعبي الشناط من هذه. اذا ضبط معي باخذ لي فرة فرتين، سيف جيم، ونطلع ونسوي لود. اوف اوف يا الهد، دخلة حماسية والله. الله اكبر، لا 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 يا شباب، وين الام الخرافي هذا؟ اخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا طيب لو سمحت. اوه والله يرسبن من جديد يا عيال، والله يرسبن من جديد. اجل خلنا باخذ لي لفتين يا عيال، ومثل ما قلت لكم راح نلتقي ان شاء الله في الحلقة الجاية، ترتيب الرصاص بهذه الموارد الرهيبة اللي راح اجمعها. اشرب يا بعد قلبي اشرب، والله يا وراك شغل. اتمنى الحلقة نالت اعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك يا شباب اذا ما كنت مشترك. شكرا للمنتسبين، وشكر موصول كل من دعمني بلايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.